قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار أكلها الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس و
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحب يحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا صدق الله العظيم.